ازيكم يا بنويه؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله فيديو جديد من يادي ستور. هنتعلم النهارده ازاي ان احنا نعمل اكبر مبيعات ممكنه على كودنا الشخصي من كتالوج ماي واي. في بنات كتيره تحتي دايما تشتكي تقول لي مثلا يا ايه انا عايزه اعمل مبيعات كبيره بس انا ماليش معارف، ماليش اصحاب، معرفش حد، ما بخرجش بره البيت. على فكره انا اولكم، تمام؟ انا جاي في الفيديو دوت عشان اتكلم على عليا انا عملت ايه وازاي قدرت ان انا اوصل ان انا اعمل نقط كتيره جدا. انا يعني مش عارفه اقولها ولا لا، بس انا بعمل نقط كتيره جدا على كودي الشخصي، في حين ان انا ما بخرجش بره البيت. يعني انا ممكن اقعد بالثلاث اربع شهور ما اخرجش بره البيت، فعليا حرفيا ما بخرجش بره البيت. انا بحب البيت، ماليش معارف خالص، ماليش اصحاب، يعني على حد اللي هو المعارف اللي انا هقولها دلوقتي اللي هي كل الناس عندها. فلو هتيجوا تدوروا على حد مين اقل معارف في الدنيا او مين اكتر واحد عامل بيات شتوي وبيات صيفي وكده، مش هتلاقوا حد زيي. طيب ازاي بقى، بسم الله، معلش اسفه، ازاي بقى بقدر ان انا اعمل مبيعات كبيره جدا على كودي الشخصي ده؟ حاجه غير ادخال الاعضاء والاكواد والنقط اللي بتجيلي من الاكواد الناس التانية اللي انا بضيفها تحتي، تمام؟ يبقى ده بس فيديو خاص بازاي ان انا اعمل نقط على كودي الشخصي، تمام؟ طيب انا اول ما ابتديت الموضوع دوت ما كنتش عارفة اعمل ايه يعني، فكنت يعني انا كنت داخلة في الاول الصراحة كنت كاستخدام شخصي، ما كانش في دماغي خالص ان انا اشتغل، يعني اشتغل في ماي واي. فانا كنت داخلة بس ان انا كزوجة وام وعندي بيت ومسؤولة عنه، محتاجة ان انا اجيب طلبات البيت الاسبوعية والشهرية، تمام، اللي كلنا بنعملها. طيب انا بتكلم عن ان دلوقتي واحدة متجوزة وعندي اطفال، وفي بنات تانيين مثلا لسه انت في الجامعه او لسه انسه شغاله في بيت بابا، طبيعي ان انت برضو عندك بيت اللي هو بيت باباك ومامتك بتحتاجه في طلبات، تمام. فانا لما هتكلم عليا ده على اي بيت، يقيسوا بقى ايه، يقيسيه على بيتك انت، تمام. طيب فانا كنت داخلها ان انا مثلا لما كنت بنزل اجيب بور الدهون اللي هو الاسود، انزل اجيبه من السوبر ماركت الاقيه غالي جدا، في حين ان انا كنت بشوفه في الكتالوجات والصور اللي بتظهر على الفيسبوك دي سعره رخيص قوي في الكتالوج، يعني عن الشخص اللي انا بنزل اجيب من عنده من السوبر ماركت اللي تحتينا مثلا ارخص مثلا 5 6 جنيه، تمام. اجي اجيب مسحوق غسيل الاقي المساحيق غاليه جدا، بتاعت غسالات الاوتوماتيك او الغسالات العاديه او حتى الغسيل اليدوي، الحاجات غاليه جدا. طيب اجي عايز اجيب اي كيكات باودر اللي هو من غير ذكر اسماء براندات، يعني اي كيكات الباودر اللي هي الجاهزه اللي انت بتحطي عليها البيض وتضربيه وخلاص، الحاجه برضو غاليه، في حين ان انا بشوف صور قدامي رخيصه جدا. فانا قلت ايه، لا ده اكيد الجوده قليله. فمره في مره يعني جالي فضول ان انا لا عايزه اجرب، فدخلت على حد كان عامل اعلان يعني على ماي واي دوت، ودخلت قلت لها والله انا عايزه اجيب كذا وكذا وكذا. فهي قالت لي طيب انت بعيده عني، فممكن انت تشتركي معايا وتجيبي طلبات بيتك انت بالتليفون، او لو انت جنبك فرع من الفروع اللي هي بعتت لي باماكنها دي تروحي تجيبيها من هناك. لما تعملي العضويه بيجي لك خصم 25% كمان على الاسعار اللي قدامك دي كلها في الكتالوج، على المنتجات كلها ما عدا المنتجات الاكل والشرب بيبقى خصم 20%. فقلت ايه ده، هو في خصم كمان؟ قالت لي لا مش بس كده، ده كمان بيبقى فيه هدايا على ان انت مثلا الشهر ده مثلا عاملين هديه على 100 نقطه او على ال 200 نقطه او على ال 220 نقطه، كل شهر بيبقى ليه ايه، لو عملتي كذا نقطه ليكي هديه كذا، تمام، تاخدي هدايا مجانيه بس كمان يعني ده كمان. قالت لي لا مش بس كده، ده انت كمان لو حققتي مثلا عدد نقاط معينه بيجي لك مبلغ، بس ايه، بيبقى في الاول صغير على عدد النقاط الصغيره بتاعتك، لكن لو كل ما بتزيدي كل ما المبلغ ده بيزيد. بس كده؟ قالت لي لا، في بقى كمان ان تبقى حاجه زي المسابقه مثلا الشهريه، ان انت مثلا لو عملتي اول شهر، يا مثلا كان في شهر يناير لو انت عملتي 500 نقطه تاخدي شامبو،
مجانا. طيب لو عملتي 700 نقطة على كودك الشخصي، تمام، تاخدي ازازة برفان رجالي. الشهر الثالث لو عملتي 1350 نقطة تاخدي هدية بلندر اللي هو الخلاط مجانا، تمام كده. فالصراحة انا ايه قلت طيب اجرب الاول حاجات صغيرة اجربها في بيتي وبعدين اشوف. فروحت عاملة العضوية بعشر جنيه مدى الحياة. انت بتدفع 10 جنيه في الاول وبتعملها مدى الحياة. طبعا انا كشخص انتوخ في البيت ما بيحبش يخرج، فقلت لها ايه طيب انا اعمل العضوية ازاي؟ قالت لك عندك طريقتين اتنين، يا اما ان انت تنزلي الفرع وتاخدي الكود بتاعي اللي هو بتاع الشخص اللي كلمته وتضيفي نفسك تحتي، وانا هتابعك بقى بالكتالوج والعروض وكده. تاني حل لان احنا نعمل العضوية دي في التليفون. قلت له خلاص في التليفون احسن لي. خدت بياناتي اللي هو اسمي رقم البطاقه الحاجات بقى اللي انتوا عارفينها، انا ايه ده مش موضوع دلوقتي، ده هيبقى فيديو مفصل خالص عليه ان شاء الله. الفيديو الجاي هيكون ازاي ان انا اضيف عضو تحتي وازاي ان انا اعمل اوردر بالتليفون وكل حاجه دي هعمل لكم فيديو مفصل ليها. المهم عملت العضويه خلاص وقمت طلبت اوردر حاجات بسيطة كده خالص لطلبات البيت، يعني منظفات، توابل، حاجات مسحوق للغسالة، الغسالة الاوتوماتي بتاعتي، حاجة برفان. قلت اجرب برفان كده، بس رحت ايه قلت اجرب برفان للرجال الاول يعني. يعني جبت شوية طلبات البيت اللي هي ايه الحاجات اللي احنا بنجيبها، جبت شوية طلبات البيت يعني ايه بمية جنيه كده ولا حاجة، حاجة عبيطة يعني. المهم الحاجة جات لي تاني يوم الصبح. تاني يوم كنا حوالي الساعة 1 الظهر او كده يعني. تاني يوم والتوصيل كان رخيص قوي يعني انا لو كنت واخد التاكسي عشان اروح واجي دلوقتي بندفع في التاكسي والله العظيم بدون مبالغة، معرفش انتوا في محافظاتكو ايه، بس والله العظيم هنا التاكسي 15 جنيه رايح و15 جنيه جاي، تمام. لقيت الاوردر وصل لي كله على بعضه ب16 جنيه شحن، تمام كده. طيب يلا نجرب الحاجة. كرتونة متغلفة حلوة جدا زي ما بفتح لكم كده الكراتين قدامكم، الحاجة بتجيلكم كده بالظبط، جاي معاها كتالوج، جاي معاها اكياس، جاي معاها فاتورة بالخصم بتاعها، كل حاجة. المهم بدأت استخدم الحاجة، كنت جايبة حاجة للخشب وحاجات للإزاز والكلام ده كله. المهم استخدمت الحاجة عجبتني جدا جدا جدا، وما فيش حد استخدم حاجة ماي ويمين ايا كانت ايه وما عجبتوش. المهم اتوهمت بالحاجة وبقيت كل شهر اجيب من طلبات البيت بتاعتي، انا بكتب طلبات البيت عندي دايما في الاجنده بتاعتي، وانزل بقى السوبر ماركت اجيب الحاجه، اروح بتاع اللحوم اجيب الحاجه كده يعني بقى اللي احنا متعودين عليه كلنا، تمام. بقيت اشيل الحاجات اللي موجوده في مايوي اركنها على جنب واجيبها كل شهر بالتليفون. المهم قعدت كده حوالي 3 أو 4 شهور لحد ما ايه شويه شويه لقيت ماما بتطلع مثلا تطلع شقتي مثلا تقول لي ايه اذا انت ريحه شقتك دايما جميله ما شاء الله، اروح مثلا فلانه تيجي تزورني اقدم لها كيكه من الكيكات بتاعت ماي وي اللي بتجهز في 5 دقايق وتنجز عند اي ضيف يتصل بيك ويقول لكم انا جاي لكم كمان ساعه، دي في ثانيه تروح عامله الكيكه تعجبها جدا، اعمل لها مشروب جنبيه نسكافيه ولا كابتشينو ولا كاكاو ولا الكلام ده، الحاجه تعجبهم جدا. فشوية شوية الناس بدأت تسألني ايه ده انت ايه الحاجات دي وازاي بتعملي كده والكلام ده، فقولهم والله ده انا بعملها كذا وسعرها كذا. قامت ماما لما لقيت الاسعار رخيصة شبطت معايا، طب وانت بتطلبي الاوردر بالمرة اطلبي لي معاكي حاجة البيت بتاعتي. شوية شوية حماتي، شوية شوية سلفتي، شوية شوية صاحبتي، شوية شوية جارتي، انا ما عنديش غير صاحبة واحدة ويمكن جارة واحدة، تمام، خطيبة اخويا، يعني الكلام ده. فلقيت نفسي ان انا بعمل اوردر كبير والناس بتطلب مني، فقلت طب ليه ما اخشهاش كشغل، انا كده كده قاعده في البيت وعايزه اشتغل يعني. قمت بدأ مكلمه الليدر بتاعتي وقلت لها انا عايزه ابتدي شغل، بدأت بقى تفهمني الشغل. طيب انا بقى حكيت لكم القصه بتاعتي. طيب يا ايه دلوقتي انا عايزه كلام شغلي كلام عملي، تمام. انا قلت لكم ايه الموضوع ابتدى معايا ازاي، تمام، انا هقول لكم بقى وسع مني وكبرته وانتوا تقدروا تعملوا ده ازاي بسهوله جدا جدا جدا، تمام. اول حاجه اي واحده هيجي لها هتعمل عضويه لازم تعمل العضويه ولو ب50 نقطه. 50 نقطه دي يعني 100 جنيه،
تمام. ليه بقول لك كده؟ 50 نقطة دي اولا طلبات بيتك، يعني شوفي ايه اللي ناقصك في بيتك وهاتيه، هيجيلك ب100 جنيه، يعني 100 جنيه بالشحن بالعضوية، اول مرة بتدفعي طبعا عضوية وكده، يعني 100 جنيه بالعضوية بالشحن 110 جنيه، 120 جنيه، بيك كتير جدا حاجة بيتك، هيجيلك الكتالوج في ايدك. طيب يا ياتي، ما انا ممكن اسوق باستخدام الصور اللي بنرفعها على الموبايل، الصور او البي دي اف او الحاجات اللي بنبعتها على الواتساب والموبايل دي. بص يا جماعه، انت داخله كشغل دلوقتي وداخله كبزنس خاص بيكي، عايزه تشتغلي صح اسمعي الفيديو دوت، عايزه تشتغلي بطريقه تريحك وفي الاخر برضو مش هتعمل نتيجه قويه، هتعمل نتيجه بس مش قويه، تمام انا ما عنديش مشكله، بس انا هقولك من الاخر عايزه تمشي عليه. تمام يا جماعه، الصور على الواتساب مش بتبقى زي ما انت ماسكه الكتالوج بايدك. على فكره ده مش الكتالوج، الكتالوج انا بيجي لي 3 كتالوجات وهم كلهم مش معايا دلوقتي، تمام. فانا دي اجنده الشغل بتاعتي، تمام. انت لما بيبقى ماسكه الكتالوج في ايديكي وتشوفي كده وتتصفحي وتشوفي ايه ده وده سعره ايه ومكتوب عليه ايه، بيبقى غير ان انت ماسكه الموبايل وبتشوفي في الصور. زائد يا جماعه، مش كلنا معانا موبايلات الكام الصوره بتاعتها حلوه، يعني بتطلع الصوره حلوه، لا في يعني موبايلات كتير جدا مننا مع موبايلات قديمه ومش الصور بتطلع حلوه، فبيبقاش شايف ايه الموضوع قوي، بيبقى موضوع زهق. في ناس كتيره قوي عندنا ما عندهاش واتساب، من يعني من الجيل الكبير شويه، صح؟ فانتي من الاول داخله كشغل، فعملي ده، اعملي حسابك طلبات بيتي او طلبات بيت ماما ان انا هجيبها الاول، اول اوردر اجيبه عشان امسك الكتالوج في ايدي، تمام كده. فانا هطلب الكتالوج اللي يعني عدد الكتالوجات اللي هتتناسب معايا، كتالوج 2 3 براحتي، تمام. فانا هبتدي الاول بكتالوج واحد. اول حاجه هعملها ان انا هروح، لو انا متجوزه انا هروح لوالدتي وحماتي سلفتي. اظن ما فيش حد متجوز ما عندوش الكلام ده كله، الا مثلا لو والدتي متوفيه او حد منهم متوفيه. انا قصدي ان انا هروح اللي ما عندهاش علاقات خالص، اهي اكيد عندها دول، تمام. هروح اقول لهم يا جماعه والله انا جربت الحاجات دي والحاجات دي كويسه وجميله ورخيصه جدا، بس مش هقول على الخصم، لان انا دلوقتي انا عايزه اكسب من التسويق، فانا هبيع بسعر الكتالوج، تمام. فشوفوا طلبات بيتكم ايه وخدوا، واللي عايز حاجه يكتب اسمه جنب المنتج، ماشي. اهم حاجه اللي عايز حاجه يكتب اسمه جنب المنتج عشان خاطر ما فيش حاجه تضيع منك وتتوه منك، تمام. هديها لماما شويه، يا ماما احتاجت مش عارفه ايه، باور للدهون، احتاجت ايه واحتاجت ايه، طلبات بيتها اللي كده كده هتنزل تشتريها من السوبر ماركت، كده كده هتنزل تشتري الحاجات دي، تمام. تروح كاتبه اسمها جنب الحاجه دي. تاني يوم هودي الكتالوج لحماتي، تالت يوم هودي الكتالوج لسلفتي، رابع يوم هودي الكتالوج لأقرب صاحبة ليا، خامس يوم هودي الكتالوج لأكتر جارة ليا أو أكتر حد أنا أعرفه أو مرات أخويا، خطيبة أخويا، تمام كده. الشخص اللي أنا بودي له الكتالوج ده أنا بقول له وشوف حبايبك اللي أنت عايز برضو تخدمهم في السعر والحاجات دي. فمثلاً ماما ليها صاحبتها في الشغل، تقوم واخدة الكتالوج معاها ومودياه لاصحابها في الشغل. يا يعني طب تقولي مثلا ايه، يا يتي انا هاخد الكتالوج معايا يومين، ماشي. تقوم واخدها هي ليها يوم وتكتب الحاجات اللي هي عايزاه فيها، وتاني يوم وهي رايحه الشغل تاخد الكتالوج معاها في الشغل، فتشوف اصحابها عايزين ايه وحبايبها اللي هي عايزه تخدمهم هي كمان، تمام. حماتي كذلك، شوفي جيرانك او اصحابك او اخواتك، يعني اي حد انت عايزه تخدميه في الكتالوج ده حواليك، كذلك سلفتي، كذلك الناس اللي انا قلتهم دلوقتي، كل واحد فيهم ليه دايره معارف انت ما تعرفيهاش، والدايره المعارف بتاعتهم دي هم برضو ناس محدودين صغيرين، حابه ان هي تخدمهم هم كمان، فهينقوا مع بعض الحاجه، تمام. طيب لو انا عندي اختي شغاله لسه بتدرس في الجامعه، او انا نفسي لسه بدرس في الجامعه، انا لو خدت الكتالوج ده معايا الجامعه ووريته لاصحابي في الجامعه، ودول اكتر ناس، انتوا اكتر ناس بتوع الجامعه لسه دايره علاقاتكم كبيره جدا جدا، غيرنا احنا لما بنقعد في البيت نخلص جامعه وبنقعد في البيت، تمام. او لو انت واحده شغاله في اي مجال، على فكره يا جماعه انا مهندسه معماريه بس انا قاعده في البيت عشان انا عندي 2 بيبي دلوقتي، ما ينفعش ان انا اسيبهم.
لكن مثلا انا دلوقتي شغاله مهندسه او شغاله دكتوره او شغاله مدرسه او شغاله ممرضه او شغاله في حضانه او شغاله في سنتر كول، اي مكان انا شغاله فيه اكيد انا في الشغل ده ليا اصحابي في الشغل او كده. لو انا خدت الكتالوج ده معايا هعمل مبيعات بنت لذينه، وكل واحده فيهم لو خدت الكتالوج ده معاها البيت عشان توريه للناس اللي هي تعرفهم، اللي هي بقى دايرة المعارف بتاعت معارفنا، هعمل مبيعات بنت لذينة. تمام. فمن الآخر محدش يقول لي أنا دايرة معارفي معرفش غير تلاتة في حياتي، التلاتة دول أنا عايزاهم، لأن التلاتة دول هما كمان كل واحد فيهم لو عارف تلاتة يبقى أنت دلوقتي تلاتة في تلاتة بكام؟ بتسعة، يبقى أنت عارف تسع أشخاص مش عارف تلاتة بس. شوية شوية هتلاقي إيه، فلانة عايزة هي كمان، فلانة شافت معرفش ايه على ايجا فعايزة هي كمان، هتلاقي الموضوع بيكبر منك. يا جماعة انا دلوقتي اصلا لما لقيت ان الموضوع كبر مني قمت عاملة جروب على الواتساب وضمهم كلهم، ضم كل الارقام على الواتساب، لاني لقيت ان كل شوية انا الكتالوج بكتب عليه رقم تليفوني من ورا باسمي، تمام، بحيث اللي عايز يسألني على حاجة يبعتني على الواتساب او يتصل بيا. تمام. فلقيت كذا حد بيبعت لي بقى على الواتساب وكذا حد بيكلمني وكده، فبقيت ازهق ان انا اكلم كل واحد لوحده على الخاص، فقمت عامله جروب على الواتساب وضم كل الناس اللي انا عارفاها واللي هي كده كده بتكلمني على الموضوع ده، ضمتهم في الجروب قلت لهم يا جماعه عشان ما اقعدش اقول نفس الكلام لكل واحده. فانا ما عملتش من الاول جروب الواتساب ده خالص، الموضوع ابتدى معايا الاول على ارض الواقع. تمام. فاللي هتبدا الاول نت الموضوع مش هيمشي معاها، انا بقول كده من الاول، لان مثلا اول ما بكلم واحده تقولي ايه طيب خلاص انا هعمل جروب على الفيسبوك او هعمل جروب على الواتساب وهعمل وهضيف فيه اصحابي وانشر فيه، حلو وجميل، بس ما تستنيش منه 1000 نقطة مبيعات او 2000 او 3000 او اكتر، استني منه مثلا 50 60 100 بالكتير، ده ان جبتيه. تمام. الاعتماد لوحده على النت مش هيجيب نتيجة فعالة في الأول، أول ما تبتدي يا جماعة لازم الأول الناس تمسك الكتالوجات بإيديها وتعرف وتجرب المنتج مرة واتنين وتلاتة، فبالنسبة لها مش محتاجة تشوف الكتالوج. في ناس دلوقتي بقت بتطلب مني الحاجة من غير ما تشوف الكتالوج، ليه؟ لأنها خلاص شفت الكتالوج 200 مرة، شفتهم كتير قوي، فعرفت المنتجات اللي موجودة، فلما بتشوف الصورة خلاص بتبقى عارفة إن إيه المنتج دوت وإيه موضوعه وكده، مش خلاص زهق وحفظه، لأنها هي نفس المنتجات اللي بتتعرض في الكتالوج كل شهر مع اختلاف العروض بس. فلما حد هيشوف الكتالوج مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، بعد كده الناس بتقولي خلاص انا مش عايزه الكتالوج تاني، خلاص مجرد بس ايه انا عايزه محتاجه في البيت كذا وكذا وكذا، لما تشوف عرض حلو خلاص هجيبه من باقي من جروب الواتساب او الفيسبوك اللي انا عاملاه. فهمتوا؟ فنلخص الكلام، من البداية أول ما تشتركي لازم تعملي نقط شخصية على كودك الشخصي عشان يجيلك الكتالوج في إيدك، دي أول حاجة. خلاص. بالمبلغ اللي انت حباه، ب50 جنيه، ب100 جنيه، ب1000 جنيه، بالمبلغ اللي انت كده كده هتنزلي تشتري بيه من السوبر ماركت. تمام. تاني حاجة، الكتالوج أول ما يجيلي في إيدي هديله إن شاء الله يبقى عندي معارف شخص واحد بس، هديله للشخص دوت، بس بشرط ان الشخص دوت انا هقوله وريه لحبايبك انت كمان، حبايبك انت كمان ان شاء الله يكون برضو شخص واحد. نسيت اقول لكم حاجة، انا عندي اخوات صبيان بيشتغلوا، تمام، بقيت اقول لهم ايه خدوا الكتالوج معاكو الشغل. تمام. يعني مثلا اخ ليا شغال دكتور سنان والتاني شغال في النضارات، تمام، في اللينسز والنضارات والحاجات دي، اكيد دوت محتاج منظفات للعياده بتاعته، اكيد ده محتاج منظفات للمحل بتاعه، اكيد ده محتاج مشاريب في المكانين الاتنين، اكيد ده محتاج برفان ليه، اكيد ده محتاج حاجه للرجلين تقشنفين طول اليوم. فالناس دي برضو مبيعات. شوفي اخواتك، في اقرب من كده واحده تانية عندها اخت بتجهز، عندها اخوها بيتجوز فعنده خطيبته بتجهز. فيا جماعة اللي عندها معارف واحدة او اتنين او تلاتة ما تقوليش ما عنديش معارف، ما عنديش معارف يعني انا زيرو معارف، يعني انا مقطوع من شجرة وما بكلمش حد وما عرفش حد، وطبعا ده مستحيل. طيب تاني حاجة ايه؟ تاني حاجة ان انا دلوقتي مثلا انا كبنت او ست انا ممكن بكون بنزل الكوافير، بتعامل مع الكوافير او ما بتعاملش مع الكوافير بس تحت بيتي كوافير.
انا لو رحت قلت لها والله الكتالوج دوت فيه منظفات حلوه تقدري تستخدميها في المحل بتاعك، او وانت قاعده بتدردشي معاها يعني، وانت قاعده بتعملي حاجه او كده يعني، وقاعده بتدردشي، وخصوصا ان رمضان داخل علينا وبعد العيد والكلام ده، فكلنا بنبقى طبعا بنروح للكوافير او كده عشان العيد. وانتي قاعده مثلا والله ده انا عندي معايا الكتالوج دوت فيه منظفات حلوه تقدري تستخدميها، في شامبوهات حلوه ورخيصه جدا تقدري تستخدميها، فيها شاورات، في معطرات للمحل بتاعك، في مشاريب لو انتي حابه تعملي مشاريب في البتاع، شوفي هخلي الكتالوج معاكي، ولو انتي احتجتي الحاجه هتلاقي رقم تليفوني مكتوب في ظهر الكتالوج واسمي، لو احتجتي حاجه كلميني، او يومين اتنين او يوم انا هاجي اخد منك الكتالوج. مره في مره هتلاقيها بتطلب منك حاجات كتيره جدا، دي حاجه. تاني حاجه، انا بتعامل مثلا مع سوبر ماركت تحتي او بتاع منظفات او او او، ف يعني بحكم ان احنا عايشين هنا بقالنا مثلا فتره او كده، مثلا يعني خلاص بيبقى عارف ان انا مثلا فلانه وكده، فبعض اقول له والله حضرتك ده انا معايا كتالوج فيه كذا كذا، لو انت احتجت منه حاجه للمحل بتاعك وهيجي لك بسعر الفلاني والكلام ده كله. بس عايزه اقول لكم حاجه، المحلات يعني غالبا يعني بيبقى بينضف الكود تحتيكي، ما بيجيبش مبيعات معاكي، لان هو بيحتاج مبيعات كبيره، بيحتاج بالكراتين، بيحتاج بالدسات، فبيحتاج ان الحاجه دي تجيله على المحل بتاعه هو، عشان انت مش هتقدري تشيلي الكراتين دي كلها وتوديها له، فغالبا بتروحي ضيفه تحتيكي. والمحلات بقى بتعمل مبيعات فعلا كبيره جدا جدا، محلات المنظفات ومحلات السوبر ماركت، المحلات الصغيره اللي على قدها اللي كشاك طبعا، انا مش قصدي الهايبر ماركت والحاجات دي، تمام؟ لان هي بتجيله بسعر رخيص جدا، وبتجيله بقى ايه هدايا كتير. ليه بقى؟ لان هو مثلا لو عمل 2000 نقطه او 3000 نقطه، وطبعا ده العادي لان هو محل يعني عايز حاجه كتيره، فلما بيعمل الكلام ده بيجيله فلوس من الشركه، ماشي؟ بتجيله فلوس من الشركه، يعني مثلا ال 4000 نقطه هيجيله قرب 900 جنيه مثلا، يعني يجيله الاوردر ومعاه 900 جنيه حلو كده، يعني هو جايب الاوردر دي هيبيعه بسعر كتالوج وكمان يجيله 900 جنيه، زائد ان هيجيله مثلا يعني كميه هدايا رهيبه طبعا على ال 4000 نقطه دي، كميه هدايا رهيبه رهيبه، يعني هتجيله كرتونه لوحدها هدايا مجانيه يبيعها في المحل، تمام؟ زائد ان ممكن يجيله اجهزه كهربائيه في الشهور اللي بتبقى فيها اللي هي 1350 نقطه او كذا نقطه، يعني هتلاقي جايله بدل ما يجيله جهاز كهربي هيجيله اتنين، لانه كده كرر عدد النقط. يعني مثلا الشهر ده كان مطلوب 1350 نقطة وتاخدي بلندر هدية خلاط، تمام؟ لو هو عمل ال 1350 دول مرتين، يعني 2700 نقطة، ياخد البلندر دي مرتين، فيبقى بيجيله أجهزة كهربائية كمان مجانا، وده اللي بيحصل. زائد طبعا الحاجه اللي بتجيله بسعر ارخص من سعر الكتالوج، وهو لو كده هيبيع بسعر الكتالوج، وساعات في ناس محلات بتعلي كمان عن سعر الكتالوج 4 جنيه او 5 جنيه، فالشهر ده مثلا يبقى الحاجه عليها عرض ياخدها يخزنها عنده، والشهر الجاي يقوم بيعها بسعر الكتالوج الجديد، فهمتوني؟ يعني مثلا الشهر دوت الحاجه دي مثلا المنظف ده نزل ب 10 جنيه عليه عرض 50% ونزل ب 10 جنيه، يقوم جايب دستتين منه مثلا وعينه عنده في المحل، الشهر اللي جاي المنتج ده مش هينزل عليه عرض تاني، بيجيب بقى منتج تاني عليه عرض، فالمنتج ده هيبقى نازل مثلا ب 20 جنيه في الكتالوج، يبيعه هو بال 20 جنيه، يبقى هو اصلا في الكتالوج لما اشتريه كان في الكتالوج ب 10 جنيه، وهو واصل له مثلا ب 7 جنيه ونص، شاريه هو الواحد ب 7 جنيه ونص، وهو يبيعه مثلا ب 20 جنيه، فهمتوا الفرق؟ ففعلا هتلاقوا المحلات اللي انتوا السوبر ماركتات اللي انتوا بتنزلوا تشتروا منها هتلاقوا فيها حاجات كتيره جدا من ماي واي، اشهرها البار بتاع الدهون الاسود والفيجيتار بتاع الفراخ والبانيه، دول اشهرهم، تمام؟ فده حاجة تانية. طب بدل ما هو ما يشترك مع حد تاني، ما يشترك تحتك، خصوصا لو انتوا اصلا معارف او كده، السوبر ماركت اللي عند مامتك ده المكان بقى اللي انت ساكنة فيه، طب انا دلوقتي مامتي ساكنة في مكان تاني، اروح اكلم السوبر ماركت بتاعها واخليها هي تكلمهولي، تمام؟
كده قلنا محلات الكوافير، قلنا السوبر ماركتات. ابقي يعني ابني لما بيبقى نازل مع بابا رايحين يحلقوا، فبروح اقول لجوزي والله خد الكتالوج ده معاك، والراجل الحلاق ده بقى يعني ضربوا مع بعض صحوبية وكده، والله اديله الكتالوج وشوف لو محتاج حاجة. هتلاقيه يا اما بينضف تحتك يا اما بيطلب منك ان هو كل شهر الكتالوج. انا قلت عليه رقم التليفون في الظهر، انا عامله رقم التليفون ده للشغل بس، رقم الشخصي بتاع عيلتي وصحابي ده رقم تاني، تمام كده. وكل التليفونات دلوقتي بقت بشريحتين، تمام. ف يوم بعت على الواتساب ولا انا محتاج كذا 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 كذا، او اضيفه تحتي وهو يطلب اللي هو عايزه لو انا مش عايزه حد يتصل بيه او يكلمني. بتاع المكوى او بتاع المنظف اللي بيغسل السجاد والدراي كلين والحاجات دي مثلا، يعني انا عماله افتح لكم مدارك. في مثلا واحده بتاعت محل ملابس تحتي معرفه انا عارفاها، اي والله رحت مديها الكتالوج وخليتها معاها، فبقت هي تاخدها كشغل ليها، ضفتها تحتي وبقت تحط الكتالوج معاها في المحل. اللي جاي يشتري حاجة للأولاد لأنه كان ملابس أطفال، اللي جاي يشتري حاجة لملابس الأطفال هي حاطة الكتالوج على المكتب اللي هي بتقعد عليه. يجي والله فلانة ايه ده انت بتشتغلي في ماي؟ طب بصي انا عايزة كذا انا كذا كذا، وهيك اخدهم منك بكرة. فبقت تشتغلي هي تسويق تحت كودها، بيبقى هي بتستفيد وانا بستفاد، لان النقط اللي هي بتعملها بتنضف ليا، تمام كده. فيا جماعه شوفوا انا بدات لكم من ابسط حاجه لاكبر حاجه. فاللي عايز يشتغل هيخلق لنفسه شغل. اهم حاجه تعتبري ان دوت البيزنس الخاص بيكي، ده شغلك انت اللي انت عايزه تكبريه، تمام. تمام، انا كده خلصت يا بنات الحمد لله. يا رب تكونوا استفدتوا، وان شاء الله استنوا الفيديو الجاي، هيبقى فيديو مهم جدا جدا، هيعلمكم ازاي ان انتوا تعملوا اوردر، ازاي تضيفوا ناس تحتيكوا، ازاي تجمعوا كل الاوردر بطريقة معينة بحيث يبقى سهل ان انتوا تطلبوه. السلام عليكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.